السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. أهلا بالجميلات الأميرات الأنيقات اللي كتهتم بالموضة. فإذا كنتي مهتمة بهذا النوع ديال الموضة، ما عليك إلا تنضمي للقناة وتشتركي في هذه القناة هذه باش يوصلك كل جديد. هذا فيديو جديد كما كتشوفوه معايا. فهنا كما كتشوفوا معايا هذه البيسه هذه، شوفوا معايا كيفاش مخدومه. فهنا كتعطيكم افكار لبيسات جداد بالنسبه للدخول المدرسي. وهادو شوفوا معايا فهنا على فيديو كما كتشوفوه معايا كيقربكم اكثر لهذه البيسه هذه بالنسبه للسيدات اللي كيعجبهم هذا النوع عاده تاع اللباس. شوفوا كيبان مريح. وهنا شوفوا معايا هاد لاشوميز هادي كيفاش مخدومه في اليدين وفي الكول ديالها بواحد الخدمه اللي هي رائعه وانيقه. شوفوا معايا بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا هاد اللون الملكي، ازرق الملكي، فهو رائع جدا كما كتشوفوا معايا. هنا كتشوفوا معايا الكمام كيفاش مخدومين بواحد الطريقه اللي هي جميله ورائعه. شوفوا هنايا فلا فيديو هنا كيقربكم اكثر اللوينات اللي تقدروا تخدموا بهم هذا النوع تاع اللباس هذا. شوفوا كي جايه انيقه ما شاء الله. فكنتمنى يعجبكم الفيديو، فالا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالضغط على زر اعجاب.